الوطن. مشاهدينا سنربط الاتصال مباشرة بالزملاء بولاية قسنطينة والزميلة ليندا شعبان تضعنا في صورة الاحتفالات هنالك بولاية قسنطينة. صباح الخير زميلتي ليندا. صباح النور زملائي في العاصمة. تحتفل اليوم نحتفل اليوم بالذكرى 60 لبسط السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون وعلى غرار المحطات الجهوية. ستحتضن قسنطينة والمقر مقر التلفزيون الجزائري الاحتفالات المخلدة بحضور السلطات المحلية للولاية وكذلك الأسرة الإعلامية، أين سيتم رفع العلم وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء الذين ضحوا من أجل إعلاء صوت الحق وصوت الحرية، ونقف وقفة إجلال تقديرا واحترام لكل من أفنوا شبابهم في خدمة هذه المهنة النبيلة. ويقف معي وبجانبي ضيوفنا وزملائنا في الساحة الإعلامية، وتشرف بتقديم المخرج الكبير عزيز شلاح لتحدث قليلا فيما يخص هذه المهنة النبيلة. صباح الخير عزيز. صباح النور الأخت. وش راح نقول لك بمناسبة هذا الذكرى؟ أنا بالنسبة لي هي ما تختلفش على عيد ميلاد أي فرد من العائلة، لأن أنا نقول باللي العائلة الثانية تاعنا هي التلفزيون، وبالتالي العبد باقية راسخة في اللاشعور تاعه في السبكونسيون. هذه من ناحية. من ناحية أخرى العبد جد مسرور عندما يجي لهنا يتلاقى بالأصدقاء، وخاصة لقينا اون نوفيل جينيراسيون تاع لي جون كي اون بري لا روليف، وهذا ما يدل الا على لا كونتينيتي في لا تيليفزيون. والناس ربما التلفزيون الجزائري ما مش عاطي له هذاك الشيء اللي يستاهله، لان كاين حاجه بسيطه، التلفزيون الجزائري هو التلفزيون الثاني بعد السعوديه اللي بث صلوات التراويح في العالم المسلم كامله، كان العربي السعودي من مكه وكان من قسنطينه من مسجد الامير عبد القادر. ولهذا واش راح نقول لك، انا جد مسرور بان نلقاو نترحموا على الزملاء اللي توفاو ما نساوهمش ربي يرحمهم ويوسع عليهم، اللي عندنا معهم ذكريات مؤخرا الحاج ابراهيم تبي، نذكر انا كما الممثلين اللي تعاملت معهم بزاف سي عبد الحميد حباطي اللي هرم تاع المسرح والسينما، يعني مات كوم سا دون لانونيما، ولا عمي بشير، ولا رشيد زقمي، ولا كمال كربوز ربي يرحمهم. وهذا ما كان، ونقول كل عام والتلفزيون من احسن الى احسن، وهذا ما كان. شكرا. يعيشك يعيشك. أحيل الكلمة زملائي لزميلي مدير التصوير عادل كحلوش لإثراء الحديث أكثر. صباح النور. صباح الخير ليندا، صباح الخير لكل الزملاء التقنيين والصحفيين وكل عمال الإذاعة والتلفزيون الجزائري. بمناسبة بهذه المناسبة الطيبة أنا حبيت نقول كلمة واحدة اون طونك تكنيسيان بوكو بلوس تكنيكو ارتستيك. سك الحاجة الأصعب لما الإنسان يجي ويلقى روحه ما بين زوج أجيال، الجيل اللي هز المشعل من بعد ما ردوا وحاول يحكم بكل يعمل بكل اخلاص وكل وش بكل ما يملك من امكانيات. هذا الانسان كان بكري ما عندوش امكانيات وهذيك وهكذاك وهزوا مشعل وكملوه. حنا جينا ما بين زوج اجيال، الجيل اللي خرج وخلاها لنا والجيل اللي جاي من بعدنا. اصعب حاجه انك تحملي واحد مسؤوليه وتقول له واصل وحافظ عليها، هذه أصعب حاجة. احنا إن شاء الله كنا ونقدروا ونكونوا باش 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 نواصلوا على هذا 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 المشوار الجيد إن شاء الله. كما قال الزميل، هذه المناسبة نترحموا على الناس اللي تعبوا واللي رفعوا التحدي ومشاو حتى ليومنا هذا بالتلفزيون العمومي الجزائري اللي ما خلاوهش خلاص يطيح، وان شاء الله
بمجهودات تاع جميع العمال وعاملات التلفزيون الجزائري ان شاء الله يواصلوا ويكملوا على هذا المنوال، وهذه امانه واحد ما يخليها ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك. وهذا هو الهدف من مواصله هذا المشوار، ونتمنى ان شاء الله كل المزيد النجاحات والتالق لكل الاعلاميين من جيل الى جيل. عوده اليك زميلتي في الاستوديو.